مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون. موقع المصدر أونلاين يقول بأن طريق الهجرة من إفريقيا إلى اليمن لا يزال الأكثر ازدحاما على وجه الأرض. ومن صحيفة الجارديان البريطانية قولها: اليمنيون يعودون لسيرة آبائهم الأولين، يقتلعون القات ويزرعون البن مكانه. ومن الأخبار المنوعة ما ورد على موقع دي دبليو بأن رئيس الصين علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من الإعلان عنه. أمام بوابة مركز الإرصاد الآلي بصنعاء يتوافد المئات من المواطنين اليمنيين بهدف الحصول على أوراق ثبوتية تمكنهم من التنقل والتواصل بحرية، لكن كما ذكر موقع يمن مونيتور، الكثير منهم تتلاشى أحلامهم في الحصول على تلك الأوراق بسبب قيود ومبالغ مالية كبيرة تفرضها جماعة الحوثي، في الوقت الذي يأمل الكثير من المواطنين في الحصول على هويات شخصية وجوازات سفر لا تعترف بها أصلاً الحكومة ودول التحالف. يفرض الحوثيون مزيداً من القيود للحصول على ذلك، أبرزها موافقة الجماعة وفرض مبالغ مالية كبيرة على طالبي تلك الأوراق. تخير الجماعة المسلحة المواطنين الراغبين في الحصول على أوراق ثبوتية جديدة بين دفع مبالغ مالية للحصول عليها أو تسليمهم بطائق ووثائق يطلق عليها استبيان بديلة عن البطاقة الشخصية، وقد تتلف في أي وقت، أو منح وثائق إلكترونية معتمدة لمن يدفع مبالغ مالية. المواطن صالح العتمي ومن أمام الإصدار الآلي بصنعاء قال ليمن مونيتور: منذ أسبوعين وأنا أتردد على مركز الإرصاد الآلي للحصول على بطاقة شخصية إلكترونية، إلا أني لم أحصل عليها بالرغم من تقديم مبلغ 60,000 ريال. يضيف: الحصول على وثيقة شخصية أصبحت مهمة شبه مستحيلة، وهي متوفرة فقط لمن يدفع أكثر. خياراتنا الضيقة بين الاستبداد والفوضى، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناجي مقاله المنشور في موقع تعددية، مضيفا في جزء من المقال: خطورة النظم المتسلطة لا تكمن في عدم قدرتها على إحداث تنمية مستدامة فقط، وإنما في قدرتها أيضا على إنتاج الخراب متى أرادت. هذا الأمر ليس حصرا في الشخوص الديكتاتورية فقط، وإنما يمتد ويتمدد كمنظومة متماسكة قادرة على تكرار ذاتها بوجوه جديدة من وقت إلى آخر، مستخدمة سطوة الفوضى والمجتمعات، حتى وإن تجاوزت فوضى من ثارت عليه ستكون على موعد مع فوضى أخرى، إذ الكثير من المجتمعات ترى الثورات الشعبية أمرا شبيها بالانتخابات تكون نتيجتها استبدال حاكم بحاكم جديد، أو استبعاد سلطة وإحلال أخرى تعمل على إنتاج حلول فورية لكل الأزمات المتراكمة في وقت قياسي. وإن لم يحصل ذلك، حكم على حركة التغيير بالفشل. عادة ما تعجز مجتمعات ما بعد الثورة عن تحقيق ذلك، لأن استحقاقات الإصلاح تكون قد بلغت أعلى درجات الكلفة وتترافق مع انقسامات بينية واختلافات تجعل حركة التغيير في نظر الناس خطيئة. ما لا يدركه بعضهم هو أن منطق الثورة أشبه بالنقطة الصفرية، وضمانا لنجاحها يجب أن تعيد بناء عقد اجتماعي جديد يحقق مبادئ العدالة والمواطنة، وهو أمر لا يتأتى في زمن قصير في الظروف الاعتيادية. فماذا لو أضيف إليها تحديات صراع المصالح بين قوى المجتمع وغياب الرؤى الإصلاحية التوافقية؟ يصيب المجتمع الكثير من الإحباط وهو ينتظر دفع أثمان باهظة ثمرة كلف التغيير. ومع بروز ظاهرة الرفاه الشخصي من حساب القضايا الوطنية، تدخل المجتمعات في صراعات جانبية تقوض آمال الإصلاح وتغذي انقسامات مجتمعية لا تنتهي، وتكون مراتع خصبة لظهور استبدادات جديدة وتلك فوضى أخرى تضاف إلى سابقتها. في الحديث في ثنائية الاستبداد والفوضى، يبدو أن الوعي هو كلمة السر للخروج من هذه المتاهة،
وهو الوعي المبكر بمخاطر الاستبداد، والوعي للحيلولة دون امتلاكه لأدوات الفوضى، والوعي بضرورة رفع صوت التغيير منذ أول انحراف لقطار منظومة السلطة والمجتمع. تحدث موقع المشاهد نت عن الشتات الذي يعيشه اليمنيون الذين وصلوا إلى مناطق مختلفة حول العالم بحثاً عن الأمان الذي فقدوه في وطنهم، وعنوان الموقع يمنيون في الجزائر مخاوف من الترحيل إلى أماكن مجهولة. وقال الموقع إن عدداً من الشباب اليمني الراغبين بالوصول إلى أوروبا يواجهون مصيراً مجهولاً منذ وصولهم إلى ولاية غراديا الجزائرية عبر طرق محفوفة بالمخاطر. وقال الموقع إن هناك 8 مواطنين انقطع تواصلهم مع ذويهم في 24 من ديسمبر الماضي، وقال أحد أقاربهم إنهم سافروا من غير علم أسرهم بحثاً عن ظروف أحسن في أوروبا في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها اليمن جراء الحرب. وردت السفارة اليمنية في الجزائر أن جهودها مع السلطات الجزائرية للإفراج عن اليمنيين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير مشروعة وصلت إلى طريق مسدود. وأكدت السفارة في بيان حصل المشاهد على نسخة منه أن السلطات الجزائرية تتخذ إجراءات حازمة بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية، وتعمل السلطات الجزائرية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات إلى خارج الأراضي الجزائرية وبالأخص إلى النيجر، وهو ما يخشاه أهالي الشبان الثمانية، حيث تتم المتاجرة بالمهاجرين هناك على أيدي عصابات الاتجار بالبشر. رغم الحرب وانتشار الأوبئة والموت في اليمن، إلا أنه بحسب تقرير أممي وكما عنون موقع المصدر أونلاين، فإن طريق الهجرة من إفريقيا إلى اليمن لا يزال الأكثر ازدحاماً على وجه الأرض. منظمة الهجرة الدولية قالت إن هناك 11,500 شخص يستقلون سفناً كل شهر من القرن الإفريقي إلى اليمن في العام 2019، مما يجعلها أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحاماً على وجه الأرض. وبحسب بيانات النزوح التابعة للمنظمة، فإن أكثر من 138 ألف شخص عبروا خليج عدن إلى اليمن العام الماضي، فيما عبر أكثر من 110 من المهاجرين واللاجئين البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا خلال الفترة ذاتها. وأضافت المنظمة أن عام 2019 كان السنة الثانية على التوالي التي أبلغ فيها عن حركة نزوح أكثر من المتوسط، حيث قام ما يقرب من 150 ألف شخص بنفس الرحلة على عام 2018. وأشارت المنظمة إلى أن ما يقرب من 90% من الذين وصلوا إلى اليمن يعتزمون مواصلة السفر إلى المملكة العربية السعودية، وغالبا ما يأتون من المناطق الريفية في أقاليم أورومو وأمهرة وتيغراي بإثيوبيا. الهجرة على الطريق الشرقي لم تقل على مدار 5 سنوات من الصراع في اليمن، بل إن المهاجرين لا تعيقهم سياسات الهجرة الصارمة في الخليج للمهاجرين غير الشرعيين. لماذا تعتبر الأنظمة إحراق علم إسرائيل جريمة؟ تتساءل صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها مضيفة. قضت محكمة بحرينية السبت الماضي بالسجن 3 سنوات على شخص أحرق العلم الإسرائيلي خلال تظاهرة لمناصرة القضية الفلسطينية، وهو ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. فتساءل البعض كيف وصلنا اليوم إلى تجرؤ حاكم عربي على تجريم إحراق علم العدو، فيما تساءل آخر عن معنى أن يزود القضاء البحريني على المحاكم الإسرائيلية في البطش بمناصري القضية الفلسطينية، واعتبر ثالث الأمر انحداراً وذلة غير مسبوقين. يعيد الحكم الأخير تذكيرنا بحدث إنزال قوات الأمن المصرية علم فلسطين الذي رفعه شاب مصري في استاد القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره من جنوب أفريقيا في تشرين الثاني نوفمبر 2019. وكان لافتاً حينها أن الجمهور المصري صار يهتف بعد إنزال العلم بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، فتحمس الشاب مجدداً ورفع العلم، فتكاثر عليه عناصر الأمن واعتقلوه، وقامت النيابة العامة بعدها باتهامه بتمويل الإرهاب. وتشابهت تعليقات المصريين حينها على الحدث،
فاعتبرت واحدة أن العرب يعيشون حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، ويمكن أن يبصق علينا التاريخ فيما سخر آخر من زعم بعض المسؤولين أن السماح برفع علم فلسطين سيسمح لشخص آخر برفع علم إسرائيل، وخلص آخر إلى أن حكومة مصر لا تختلف كثيراً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. يجري هذا في الوقت الذي يتباهى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الإسرائيليين في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية، وبأن سلطات الاحتلال في الوقت نفسه تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل، محتفلاً بأن طائرة إسرائيلية خاصة عبرت الأجواء السودانية التي صارت مفتوحة بعد لقائه برئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان. تشعر في حراز، وهي مجموعة قرى في مرتفعات اليمن تعود إلى القرون الوسطى، تشعر أنك بعيد تماماً عن الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية في البلاد. هكذا تقول صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها عن زراعة البن في اليمن بعنوان اليمنيون يعودون لسيرة آبائهم الأولين، يقتلعون القاتة ويزرعون البن مكانه. هل يعود اليمن موطناً للذهب الأسود؟ تقول الصحيفة تغيم السحب على الشرفات الخضراء وتعانق المنازل المتعلقة بجانب الجبل مثل خبز الزنجبيل، وتخلق هذه الظروف البيئية الفريدة بعضاً من أفضل أنواع القهوة في العالم. تقول صحيفة الجارديان البريطانية كان اليمن يصدر القهوة منذ القرن 15، إذ سميت القهوة بالشوكولاتة الموكا على اسم ميناء المخا في البحر الأحمر. ورغم أن نبات القهوة منشأه إثيوبيا، فقد تطور ليصبح على الشكل الذي يعطينا هذا المشروب الحديث على أيدي الأديرة الصوفية في اليمن، حيث كانوا يشاركونه مع التجار والحجاج. وفي النهاية شقت القهوة طريقها إلى القسطنطينية إسطنبول الآن وبغداد ولندن، ما أدى إلى ظهور المقاهي. وفي يومنا الحالي تقدر صناعة القهوة بحوالي 61.4 مليار جنيه استرليني، أي حوالي 80 مليار دولار، ما يجعل القهوة أعلى السلع التجارية قيمة في العالم بعد النفط. لكن عقودا من عدم الاستقرار السياسي تعني تذبذب توافر حبوب البن اليمني، إلا أن مجموعة من المزارعين والمصدرين عقدوا العزم على استعادة سمعة مولد الذهب الأسود. في حراز يقرر المزيد والمزيد من السكان أن يزيلوا القات من الأراضي الزراعية أمام منازلهم ويتجهوا إلى زراعة القهوة بدلا من ذلك، وهي خطوة قد تسبب ثورة في الزراعة اليمنية. أزيلت حوالي 2 مليون شجرة قات في المنطقة وحلت محلها القهوة والذرة في العقد الماضي. صفقة القرن وحلم العمر، تحت هذا العنوان كتب طارق الشناوي مقاله في الشرق الأوسط وجاء فيه: قبل أيام قرأت أن رجلاً مصرياً 75 عاماً كان حلمه في صباه أن يصبح لاعباً مشهوراً في كرة القدم. الظروف لم تسمح، سافر مثل العديد من المصريين إلى دولة الكويت للعمل، تزوج وصار له أبناء وأحفاد، لكن الحلم ظل يسكنه، فقرر استبداله وتطويره بالدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب لكرة القدم في العالم، وبدأ تدريبات اللياقة البدنية. الرهان أن ينجح الشهر المقبل في اجتياز الاختبار بحضور مندوب للموسوعة ويلعب مباريتين كاملتين زمن الواحدة 90 دقيقة. هناك من يحقق أحلامه حتى بعد مرور عقود من الزمن، ولا شيء يقف أمام إرادة الإنسان. شاهدنا الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب وهو في عقده 9، ومع كل عيد ميلاد له يقفز بالباراشوت من الطائرة. هل من الممكن تطبيق ذلك أيضا في الحياة السياسية؟ دعونا نتأمل الصراع العربي الإسرائيلي ومحوره فلسطين. في عام 1948 جاء قرار التقسيم بين فلسطين وإسرائيل ورفض العرب، ودخلنا حرب 48 وخسرنا. في مطلع الستينيات طالب الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق بالمصالحة وعودة حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض العرب الصفقة، وجاءت بعدها بسنوات قلائل حرب 67 لنخسر جزءا أكبر من الأراضي العربية. وبعد انتصار 73 عقد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة كامب ديفيد، فقاطع عدد كبير من الدول العربية مصر. ترامب
يطرح مجدداً في مطلع هذا العام ما أطلق عليه صفقة القرن، وتصب بنودها لصالح إسرائيل. كل شيء في الدنيا مرتبط باللحظة الزمنية التي نعيشها، فهي التي تشكل مفردات القوة أو ثغرات الضعف. هل ينجح الرجل العجوز في العودة للمستطيل الأخضر مجدداً والدخول للموسوعة؟ وهل ينجح العرب في الوصول لتحقيق أحلامهم لفلسطين العربية؟ حقق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أول اختراق فعلي في اتفاق ستوكهولم منذ قدومه كوسيط سلام قبل عامين، خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ أحمد قبل عامين أيضاً. وتمثل ذلك كما أو تمثل ذلك كما قال الصحيفة العربية الجديد بنجاح الأمم المتحدة في رعاية أوسع عملية تبادل أسرى منذ بداية الحرب بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي منذ تعيينه في 18 فبراير 2018. عجز المبعوث الأممي عن تحقيق اختراق للأزمة اليمنية، خصوصا بعد اتفاق ستوكهولم، رغم جولاته المكوكية الأكبر لدى أطراف النزاع. لكن التقدم المحرز في ملف الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسريا قد يساهم في إنعاش فرص السلام المتعثر باليمن ويقود لخطوات بناء ثقة أوسع. وفي حال لم يتعرض اتفاق تبادل الأسرى لأي عراقيل خلال الأيام القادمة من قبل أي طرف، فسيكون أول تقدم جوهري للأمم المتحدة في اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه قبل 14 شهرا ولم تنفذ أي من بنوده حتى الآن. نص اتفاق ستوكهولم الذي أعلن عنه في 18 ديسمبر 2018 على هدنة إنسانية بالحديدة وانسحاب الحوثيين من موانئها واستبدالهم بقوات محلية محايدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات حول رفع الحصار عن تعز. راوح اتفاق ستوكهولم مكانه حيث استمرت خروقات وقف إطلاق النار بشكل يومي رغم نشر نقاط مراقبة مشتركة، كما رفض الحوثيون تسليم موارد ميناء الحديدة أو تسليمه لإشراف أممي بناء على طلب الشرعية، فيما لم يشهد ملف تعز أي تقدم يذكر. خطة ترامب غير العادلة للشرق الأوسط لا تترك أي شيء للتفاوض بشأنه. تحت هذا العنوان كتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. ما عليك سوى تسليم الأمور لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط. لقد اقترح الفريق حلاً شاملاً وخلاقاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحتى على الرغم من أن ترامب عادة ما يكون سريعاً إلى استنكار الجهود الفاشلة للإدارات السابقة، فقد استند فريقه فعلياً إلى المفاهيم والمبادئ وحتى المفردات التي استخدمتها الخطط السابقة. ومع ذلك كان الوسطاء الأمريكيون السابقون قد حاولوا إرساء أساس للاتفاق عن طريق جسر الهوية في المواقف المتباينة بين جانبي الصراع، وفي المقابل قام فريق ترامب ببساطة بحل القضايا بالشعوذة وخفة اليد. قرر بشأن كل واحدة من قضايا الوضع النهائي، الحدود والأمن والقدس واللاجئين والاعتراف المتبادل ولصالح إسرائيل، حتى قبل بدء المفاوضات. على سبيل المثال، ظل المفاوضون الأمريكيون دائما يولون اهتماما خاصا لتأمين الحدود بين الأردن ودولة فلسطينية مستقبلية، خشية أن تصبح هذه الحدود بوابة للجيوش أو الإرهابيين الذين يعبرون إلى الضفة الغربية ومن هناك إلى داخل إسرائيل. وأثناء فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قام فريق من خبراء الأمن الأمريكيين بالتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين والفلسطينيين بوضع خطة يمكن من خلالها لقوات الأمن الفلسطينية أن تتولى السيطرة تدريجياً على الحدود، وعلى مدى فترة من أعوام عدة سوف تتاح للقوات الفلسطينية الفرصة لإظهار التزامها وقدراتها. من تلك الخطة استعار فريق ترامب مفهوم وضع معايير أمنية ومقاييس لقياس التقدم الفلسطيني، لكنه طبقها بدلاً من الحدود على الأمن الداخلي داخل الدولة الفلسطينية، وحيث تكون إسرائيل هي صاحب الحكم النهائي على سوية الأداء الفلسطيني، وحل مسألة أمن الحدود من خلال إعطاء وادي الأردن بأكمله لإسرائيل. وسوف تحيط خطة ترامب الدولة الفلسطينية بالأراضي الإسرائيلية، فتقطع تواصلها مع الأردن وتحول أريحة إلى جيب فلسطيني والدولة الفلسطينية إلى بانتستان.
أظهر خطاب داخلي نشر في صحيفة بيبلز ديلي التابعة للحزب الشيوعي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة وحثه على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه. وعلقت مواقع الأخبار حول الخبر الذي نشرته الصحيفة الصينية ونطالع من موقع الدي دبليو: رئيس الصين علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من الإعلان عنه. وقال الموقع مستندا إلى الصحيفة الصينية إنه في خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جين بينغ في 4 فبراير قال إنه أصدر مطالب بالعمل لمنع وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه في 7 يناير الماضي خلال اجتماع للقيادة العليا للحزب الشيوعي. على الرغم من أوامر شي إلا أن رد فعل المسؤولين في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي التي كانت مركز التفشي كان بطيئاً، بل إن المدينة وفقاً للموقع أقامت مأدوبة جماعية ل40,000 أسرة في 18 يناير الماضي في محاولة لدخول موسوعة غينيس العالمية. يأتي قرار إصدار تفاصيل الخطاب بعد إقالة العديد من المسؤولين المحليين والإقليميين في هوبي بسبب سوء تعاملهم مع الأزمة، وربما يشير ذلك إلى مزيد من المحاولات للحفاظ على سمعة الرئيس، لكن ربما يهدد أيضا بجره في جدال حول فشله في وقف انتشار المرض في وقت مبكر. وعن ذات الفيروس ومحاولة محاصرته عنونت شبكة البي بي سي: فيروس كورونا مقاطعة هوبي الصينية منشأ الوباء، تحظر حركات السيارات لوقف انتشاره. حيث أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، وأصت الصين فرض حظر على حركة السيارات في أنحاء المقاطعة في محاولة منها لوقف انتشار الفيروس. ومن المقرر أن تجري السلطات فحصا طبيا دوريا لسكان المقاطعة، مع التأكيد على أنه لن يتم السماح لأي مؤسسة باستئناف العمل دون الحصول على تصريح من الحكومة المحلية. وشهد عدد الحالات المكتشفة حديثا ارتفاعا حادا الأسبوع الماضي عقب تغيير في طريقة الإحصاء التي تتبعها السلطات الطبية في الصين، لكنه عاود الانخفاض مرة ثانية. وفي ذات الشأن قال الموقع إن البنك المركزي الصيني يخطط لتعقيم العملات الورقية المستعملة قبل تداولها مرة أخرى بين الناس في مساع منه للحد من انتشار العدوى. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صورا لأحداث وثقتها عدسة محترفيها تنوعت بين الحياة العامة وصور للحيوانات. نتابع. منذ زمن بعيد حاول الإنسان تخليد ما يرى والتعبير عن وجهة نظره باستخدام الرسم، فسخر لذلك كل إمكاناته، نحت في الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة من تلك الرسومات. بهذه المجموعة من الرسوم وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.